بعيدا عن كرة القدم، نادي الاتحاد السكندري كمان من الأندية اللي عندهم فرق وفي رياضات جماعية مختلفة بيكونوا بيتنافسوا بشكل جيد جدا، وكمان قادرين ان هم يعملوا انجازات. ده طبعا بجانب الدعم الكبير اللي بيتلقاه الاتحاد السكندري فريقه الكروي بيحصل عليه من مجلس الادارة، ولكن واضح كمان ان في تركيز مع الرياضات الاخرى الجماعية اللي كمان قادرة ان هي تكون بتعمل انجازات للفريق السكندري. ده اللي معانا في خبرنا الرابع. فتأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي البطولة العربية لكرة السلة بعد الفوز على المنستيري التونسي بنتيجة 79-68 المقامة في مدينة سلة المغربية، وبيلتقي الاتحاد السكندري مع بيروت اللبناني الفائز على سلة المغربي بنتيجة 89-80، وتفوق الاتحاد في ربع النهائي على الجزيرة في مباراة مصرية خالصة بالفوز 95-77، فوز رد به الفريق السكندري على الهزيمة في دور المجموعات أمام الفريق التونسي بعد الخسارة 81-77 في المباراة الافتتاحية. وبيدافع الاتحاد عن لقبه واللي فاز به في النسخة اللي فاتت اللي أقيمت في بيروت اللبنانية. ألف مبروك أكيد لفريق الاتحاد السكندري، وبإذن الله يقدر يستكمل مشوار بتاعه في البطولة مش بس بقى بفوز مباريات، ولكن كمان يقدر يحصد اللقب ويعود به إلى مصر. وأكيد هارد لك لفريق الجزيرة اللي كان أيضا بيمثل كرة السلة المصرية، وتاريخ كبير أكيد لفريق الجزيرة المصري لكرة السلة، قدر يحقق إنجازات كتيرة، ولكن واضح كمان أن الاتحاد السكندري داخل هذه البطولة وهو مركز وبشكل كبير، فإن شاء الله يقدر يحصد هذا اللقب ويعود إلى مصر وهو رافع الكأس.